أسعد الله مساءكم بكل خير وسرور وسعادة وحب وبهجة ونشاط. اللهم لك الحمد، صحيت من النوم إلا لقيت اتصالات وتبريكات، إيش في يا أبو داود؟ اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد، وإذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. قفلنا 8 مليون أخ وأخت وأم وأب. للامانه والله رفعت الكاميرا، ما ادري ايش يعني، ما ادري ايش الهرجه، ايش اسوي؟ اللي قالوا لي اصبر اصبر، خلينا نسوي حفله ونجمع الناس ونجيب كيكه، واللي قال لي دقيقه دقيقه نجمع الشباب كذا ونقول لهم الخبر المفاجاه، ما عرفت. بس كل اللي جاء في مخي اني ارفع الكاميرا واقول لكم شكرا، والله شكرا من جوا قلبي. يعني يعلم الله إني فيكم شيء وبدونكم ولا شيء. أنتوا صنعتوا أسامة داود من بعد الله، فلكم فضل كبير. يعني حضن أبو حضن، حق هقمي هقمي حق، والله أحبكم، هقمي هقمي، ماني عارف شو أقول، والله ماني عارف شو أقول، ولكن يا أخي شكرا شكرا يا اخي. انا فاشل في التعبير، لا حول ولا قوه الا بالله. يلا مساء خير. ميقا اتصل علي يقول لي متعطل يا حمار هذه، والله يا مسلم حسبك كشاف هنا، ترى في بنزين هنا. انت ايش تبي؟ دقيقه انت ليه قاعد تشوف الولاعه كذا؟ هذا ليه حشوف؟ ايش حشوف الدنيا حشوف يا ولد ابي، ولا حشوف. وهذا الكشاف ايش اسمه؟ طب دقيقه أفهم دحين ايش المشكله، أفهم والله ما ندري. بس انتبه استاذ شفيق، ايش ايش يولع بالله هذا جنب البنزين، والله زين. بس هذا مو لابس علاقي، هذا لابس علاقي يا هيال، احنا ما احنا شايلين احنا سيارتنا خربانه، انتوا قاعدين تطقون. اوه ذكرتني بقرود الطايف يا عيال، ترى ما انا فاضيكم، احنا سيارتنا خربانه. صل على النبي، صل على النبي، لا تصور احنا سيارتنا خربانه. ايش يعني عيب مثلا؟ احنا ما فاضيين، مدقين علينا ليه؟ ما انتم فاضيين ليش؟ ايش تشتغلك تشوفك ايش الهرش؟ طيب فهمني كيف، ليش وقفت هي؟ والله ما ادري، وقفت تبي ترتاح. هي كيف بس وقفت؟ والله سلتك بيض، تعال عون. طيب ايش يمكن بنزين فيوز في الطريق؟ لا لا تلعب انت، لا تفلسف، لا تفلسف. انت بس اسالك سؤال واحد، ابى اسالك سؤال واحد، تفهم بالسيارات؟ زمان كنت فوق بطاريات، كنت تسرق والله العظيم يسرق الحرامي لا حول ولا قوة الا بالله. يا حبيبي رجع كل شيء مكانه، خلينا نتصل على ميكانيكي ولا نشيلها بسطحه وخلاص. انا ايش قاعدك اسويها؟ انت قاعد تسرق مو قاعد تصل. ترى ولا ماني فاري لك على شغال في حراره، وانت تقعد لك سياره مسخنه. طب مسخنه قوم وخر عنا وسلم الخبز لخبازه، تتفلسف ليه؟ نص وليه ناكل احنا، ناكل احنا. اي ترى يبي يوفر ما بيدفع. هو لقيته يوم يوفر يطقم زين. اسمع يا تشو، تسوي حل يدكم ولا بتلو؟ اه زين اي شي شي شوف شفيق قاعد يلعب. شوف يا ولد ذا يخرب السيف، فك الماكينه، دخل الماكينه، ما انا صلاح الماكينه، السياره وقفتك. يعني بالله اصلح الشنطه؟ ترى يمكن المشكله من الكفر. الله يلجك ويصجك. شوف ابوري تقول كيس اسمنت طاير. هي خضراء، ايش بك انت؟ باخذها بعرض اليوم الوطني. هنا وانا هنا اول مره اشوف بطاريه خضراء. خلاص خلاص ميقا، وانا اسوي اللي ايش؟ لا وانا اسوي، وانا هنا شايم بورتي، ما ادري عن جينا بورتي. ايش بورتي؟ بارتي. صل على النبي، اترك عنك المزح والكلام الفاضي، خلينا نساعد الرياجيل حقك علي، حقك علي. خلاص شباب، ممكن اطلب منكم طلب، ممكن اطلب منكم طلب، انتوا الاثنين تروحوا تجلسوا وسلموني الموضوع. خلاص لا توسخوا انفسكم. كيف اسلمك الموضوع؟ خلاص انا اجيب واحد يسويها ويشيلها بسطحه واموركم طيب. ادفعك الفلوس؟ انا ادفع، انا ادفع، انا ادفع، خلاص انا ادفع. انا ابغى مهندس، ما بس تبغى ايش انت تحب الهجوله بعد تدفعك.
اي انا ادفع انا اصلحها وانا ان شاء الله كل اخواني وحبايبي يمكنك يكلف 1500 يجيب ايش اللي انا اكتشفته اللي انت اكتشفته في اللي انت محتاجه قصدك لازم اكتشفه اللي انت محتاجه والمنشد حلف 1500 يا مسلم اكو تربحك ولا ايش يا حبيبي خلاص انا اجيب الميكانيكي و... و... انا ميكانيكي انا هيك اسوي خال احنا ميكانيكي يا اخي يا اخي صلى على النبي خلاص مالك صلاح روح اركب السياره اصلا تركب احنا نصلي انت ما ايش في حط طعنك هنا انت ايوه رصاصه رصاصه تري حق فيه وانت صغير ما تري حق كل حاجه والله هو انا سيارتنا عطانا وانت تضحك لا حول خلاص 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 يا ميق خلاص انا اسويها خلاص تعال اترك السياره خلاص انا جايبه من وين استفزك يا ولد دف من ورا ميق حبيبي خلاص انت قاعد تدفها ليش طيب ليش تدفها ولا افتك منك ما احسن اودي امها مكة ايش بتدفها لين مكة لين مكة ايش تبون منا خلنا نروح مكة احسن من يا حبيبي وقف على جنب وانا اسويها ليش تحبوا الهجو هذا اللي مواليد الظهر ايش؟ حقين صلف مواليد الظهر نصلف والله العظيم شوف واحد اقرا واحد طقوم اسمع اعطي له دقيقتين بوقف على جنبه بتصل علي وقف وقف على جنب خلاص انا اسويها انا اسويها والله يا جماعه العب مع بالهلال شوفوا بالهلال وهو ريال مدريد ما خلاص خلاص العب يلا لا لا طيب يلا كمل كمل خلاص يلا انت مدريد ها انت كعب يا سالم شوف 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 اوه يا عقرب يا سالم ناقصني اللاعبين انت قلت لك نحيد نحيد تكسر وتلعب لعب مدري كيف ترى ناقصني ولا كسر هم الاشياء هنا اي شفت شنبك ده انتف شعره شعره شرطه والله بلغ الشرطه دق دق على الشرطه دق على الشرطه شوف لا تدخلك الشرطه بيني كيف لا تدخلك والله لا تدخلك اجري هيا زي ما اتفقنا في قبل المباراه لو فزت عليك بالهلال يلا بس ما اقدر اصور مشكله يلا يلا ما قاعد يلا يو اللهم لك الحمد يا اخي تخيل شكلها صلع شوف شوف الحمد لله اني ما انا اصلع يا رجل ليش انت ايش كنت قبل ها انت ايش كنت قبل ايش كنت كيف يعني